بطقس مثل اليوم ممطر وبارد بنعرف كثير منيح شو يعني يكون عندنا شيء دفينا، يكون عندنا سقف فوق راسنا، وحتى يكون عندنا لقمه تشبعنا. هالامور يمكن نحن ما بنفكر فيها بحياتنا اليوميه، ولكن هالامور هي اللي دفعت الاعلاميه بولا يعقوبيان انه تطلق حمله دفى من 3 سنين حتى تجمع كل هالمساعدات اللي نحن يمكن ما بنفكر فيها لاشخاص بحاجه ماسه لها. حمله دفى انطلقت بالموسم الثالث، رح تخبرنا كل تفاصيلها مديره الحمله هلا عبيد. اهلا وسهلا فيكي هلا، شرفتينا. ميرسي، يعطيكم الف عافيه. بعرف قد ايه عم تشتغلوا، يمكن من اشهر بلشت التحضيرات، والنهار المنتظر قرب، الاحد 26 تشرين الثاني. صح. ليك هو اللي بينجح دائما الحمله انه مبدأها كثير بسيط، اللي هي انه كل العالم فيها تساعد. العالم ببيوتها فيها هي تشوف بخزينه، بمونتها، بالعاب اولادها، فيهم ينقوا اغراض، فيهم يستغنوا عنهم ويبعثوا لنا اياهم او يعطونا اياهم. هلا نحن اللقاء 26 الشهر هو هذا الاحد الجاري بحمله الشهداء، بسوري بساحه الشهداء، من العشرة للستة. هلا نحن قبل هيك يعني كل التحضيرات من شهر لهلا كانت عم تكون انه قد ما فينا ننتشر بعكفه الاراضي اللبنانيه. حاطين تقريبا ما يقارب ال 200 مركز تبرع هولي على كافه الاراضي اللبنانيه. هولي عباره عن نحن عندنا مثل مستوعبات عملناها باسم الحمله، عم نحطها تقريبا بمراكز تسوق، عم نحطها بجامعات، بمدارس، عندنا كثير يعني اذا بدي هول اسمي لك، عندنا 20 فرع بنك، عندنا البي ام ال اللي هو يعني معنا. سهلتوا كثير الامور هلا على كل الاشخاص اللي بدهم يساعدوا وما عندهم اي حجه انه ما يقدروا يساعدوا. يعني عملنا نحن قد ما فينا لنسهل عمليه التبرع انه للعالم يقدروا يساعدوا وين ما فيهم، حيلا منطقه هن فيها في دائما محل حدهم بيقدروا، وموجود على صفحاتنا ليقدروا يعرفوا. يعني اذا بفوتوا على دفا كامبين على فيسبوك او تويتر او انستا بيعرفوا، حاطين نحن فيديوهات مع الارقام مع وين نحن موجودين باي مناطق. هلا الاشخاص اللي انتم بتساعدون هن عائلات فقيره، يمكن السؤال اللي بيخطر على بالي الكل، ليش ما بتجمعوا مصاري؟ ليش ما بتجمعوا كاش لهالاشخاص؟ لكن احنا من وقتها ما انطلقت الحمله وي دونت تيك كاش دونيشنز، وممنوع حدا باسم الحمله ياخذ كاش دونيشن، لانه يعني لقينا انه العالم عم تقدر تساعد كثير اكثر. لانه انت ما تنسي انه لبنان كثير في حالات فقر. صح. بلبنان يمكن مستوره ومخبيين وما عم يحكوا، عائلات لبنانيه مضبضبه ململمه ببيوتها، بس هن كمان فقراء، يعني الوضع منه كثير بريح. صح، بدرجات مختلفه، ولكن في مئات الالاف من العائلات بحاجه لهالامور. ما نحن الاشياء اللي نحن عم التارجت تبعولنا، الهدف تبعولنا هن الاغراض اللي كتير اللي انت فيك تستغني عنها، بس اللي هي حاجه ماسه لعائلات كثير انت مانك عارفه فيها. نعم. انه هن مثلا ما عندهم، بيعيشوا ب 6000 ليره بالنهار، عائله ما عندهم ابسط الامور، ما عندهم اشياء يقدروا، حليب للاولاد، تياب، حرامات، يعني هو القصه اللي نحن عنوان الحمله هالسنه من خيرك بتساعد غيرك. من خيرك ساعد غيرك، يعني كمان عنوانها كثير بسيط. صح. مش مطلوب كثير مجهود من قبل اي معنا كثير اولاد هلا بتشوفي معنا كثير اولاد عم بيساعدونا، يعني بينزلوا على الارض، وهيدي اكثر محمسين بتحسي انه هيك ينزل يشوفوا كيف بتصير. نعم. عمليه ال اعطينا هلا فكره اوضح عن شو بتشمل مساعداتكم، شو الاشياء اللي ممكن نحن نلاقيها ببيتنا بمحيطنا ممكن نحملها ونتوجه لعندكم نهار الاحد؟ لكن نحن ما بنرفض شيء، نحن اكيد اذا بنطلب من العالم انه تكون الاغراض بحاله جيده احتراما للشخص اللي هن عم يبعثوها. نعم. له، بس نحن ما يعني ممكن تكون اغراض مستعمله. اكيد اكيد تياب مستعمله، تياب جديده، حرامات، حرامات عندهم بالبيت مثلا، عندهم كميه، في فوت على اوضه الموني يلاقي عنده مثلا 6 علب بدها تخلص مدتهم بعد 5 اشهر كلهم زيت الشيء، ما راح يقدر يلحق عليهم يبعث لي انا، في لاقي معكرونه، في لاقي حليب، في لاقي بنادول للاولاد الصغار، مواد غذائيه، اجهزه الكترونيه، أجهزة نحن في لاقي دفايه منه بحاجه لها، مثلا دفايه صغيره، معقول يعني حيلا شيء هو ببيته قادر يستغني عنه انا فيي اخده. يعني كل شيء ممكن يستغنوا عنه ويستعمل وبحاله مقبوله، بحاله مقبوله. انا ليك انتبهي، انا انه يعني هن اللي لازم يقصوها على حالهم، انه في اشياء كمان. هلا انا عمليه الفرز على الارض بتصير بساحه الشهداء عم تكون كثير دقيقه،
بس انه في اشياء كمان بس توصل لي انه ما بعرف شو بدي اعمل فيها لانه بتكون بحالك يعني تعبانه. عمليه الفرز بكامبين او حمله من هالنوع امر كثير صعب مش هين ابدا. السنه الماضيه ساعدته اكثر من 50,000 عائله. ما في اتصور عدد الاغراض اللي استقبلتوها بانهار. كيف تم الفرز؟ لكن احنا اول شيء كان عندنا تقريبا 800 متطوع. نحن هلا كمان يعني هي نجاح الحمله بيكون بالمتطوعين قد ايه بيتحمسوا. عندنا كثير بيتطوعوا كثير بيحبوا بيتحمسوا على الفكره. عمليه الفرز بتكون كثير دقيقه بصحه الشهداء. نحن بناخذ الاغراض يعني مطرح ما بنسلم الاغراض بتبقى هونيك وبتم فرزها. صح. نحن ما بنوزع بنهارها. نحن سحت الشهداء داير من دارها بنكون حاطين اشخاص عم ياخذوا الاغراض من العالم حتى اذا ما بده حتى ينزل من سيارته في حدا بياخذ الغرض عنه بناخده على يعني بلحظه بيسلم الاغراض بيسلم الاغراض وبيفل اذا ما بده ينزل يساعد يبرم يشوف شو عم بيعمل بيحط الاغراض بيجي حدا بياخذه عنه. في عادة اولاد كثير هن بينبسطوا بيروحوا بيصيروا بيجيبوا من السيارات بيرجعوا. بعدين عندنا منطقة الفرز اللي هي بتكون كثير دقيقة تيب العاب حريمات كل شيء لحاله. وبعدين عندنا شحونة ناس عم بيعبدوا بالشحن لنبعث يعني بصيروا يروح كاميون يجي كاميون. وكيف بتم توزيع هالاغراض؟ نحن عندنا لوائح كنا قبل وزارة الشؤون الاجتماعية اخذينا من سنتين تواصلنا مع عدة عائلات منا. بعدين عندنا نحن مندوبيننا عملوا مسح صار لهم سنة عم يعملوا مسح على كامل الأراضي اللبنانية ليقدروا قد ما فيهم ياخذوا الحالات. والعائلات الأكثر حاجة هي اللي بتوصل الأغراض أولا. صح أكيد أكيد. خلينا نشوف هالبروموسيون لهالحملة حملة دفا ومنكمل. يقولوا الشتاء خير بس للمحتاج إله معنى تاني. الشتاء وحدة وجوع وقلوب بردانة بس نحن وإنت فينا نعمل فرق وندفي قلوبهم بأسهل الطرق لأنه من خيرك فيك تساعد غيرك. والدفا مش بس لبس أو حرام، الدفا مونة وألعاب وكتب وأقلام. والمساعدة مش بس تبرع، المساعدة كمان تطوع. من خيرك بالفعل بتقدر تساعد غيرك. مش مطلوب كتير منك مبادرة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير بحياة أشخاص كتار. أشخاص عم بيعيشوا ظروف حياة صعبة بقدرة كل واحد منا أنه يعمل فرق بحياتهم. مش بس المواطنين عم بيتأثروا بهالحملة، هلا كبار وصغار حتى عم تقوليلي الأطفال كمان عم بيتأثروا وعم بيشاركوا. عم بحبوا يشاركوا وعم يحكونوا مثلا حتى هن عم يعملوا ببيتهم الفرز عم يجيبوا غراض. في عنا كتير مدارس عم يعملوا الكوميونتي سيرفيس يعني هلا نحن على الارض عندنا كثير مدارس اي سي عندنا مقاصد عندنا كثير مدارس يعني ما بدي اسمي حرام لانه كلهم موجودين على صفحاتنا اصلا عم ينزلوا يعملوا كوميونتي سيرفيس ساعات هيدا العمل الاجتماعي من عندنا بيتقسموا بيصيروا هن بيشوفوا الفرز على الارض بيفرزوا الاغراض هن بيجيبون من السيارات هن يعني هيدي بتشجع وهن ببيوتهم عم يفرزوا كمان عم بيجيبوا العاب هيدي بتساعد انه يشوفوا شو عندهم هن مسؤوليه كمان بالمجتمع. حتى عدد من اهم النجوم دعموكم كل واحد على طريقته الخاصه. صح عندنا عندنا رغب عليمي هو عراب الحمله عندنا كثير ناس نزيو ماريتا حليني عندنا نيشان عندنا وجوه معروفه اعلاميه وجوه اعلاميه وسياسيه يعني رئيس سعد الحريري كان موجود معكم بالحمله السنه الماضيه كان في جنرال شامل روكوس كان في كثير اشخاص بس نحن اصلا يعني نحن ما بندعي يعني هي الحمله اصلا عابره للطوائف للمذاهب ولكن هالشخصيات كلها نزلت ونزلت اغراض معها نزلت لتتبرع على لانه هالقد مبدأ بسيط لانه فيها من كل التوجهات وفيها من كل المحلات حبوا انه هيك يشجعوها تنربط يعني اسمهم فيها لانه هي كانت هيك بسيطه وبذات الوقت شامله للكل يعني كان فيها من كل المحلات. نعم العائلات اللي بتختاروها هلا من دون اي تمييز؟ لا ما بنميز بس نحن اكيد قلت لك عندنا برايورتي للوايح لانه نحن عندنا يعني الافضليه مش افضليه بس انه هول حالات موجودين مسجلين بالوزاره عندهم حالات عندهم يعني كانوا من سنتين وقت اخذناهم. بعدين عندنا نحن مندوبيننا عندنا تقريبا 300 متطوع كل سنه بيبرموا ونحن بنجرب بيزيدوا ومتوقعين اكيد يكون عددهم اكبر. كل سنه بينزل لعنا كثير بفكروا انه التوزيع عم بيكون على الارض عم ناخذهم وعم ندرس لهم المواد وعم نتواصل معهم لنرجع نضيفهم للوايحنا بعد بسنه. لكل الاشخاص اللي مش قادرين يوصلوا نهار الاحد لساحه الشهداء ولكن حابين يساهموا بحمله الدفا وين هي نقاط التجمع؟ عنا مش التجمع نقاط انه اللي بيقدروا يحطوا الاغراض فيها. عنا مثلا عنا كثير عنا سوبر ماركت عنا فهد ستوريوم صليبا ابيسي عنا سيتي مول عنا بكل هول المحلات في كثير حرام ما بدي انسى سمي لانه
كثير كله يعني في كثير اشخاص بجبيل عندنا سوبر ماركت جبيل، بالشمال عندنا، بكل منطقه عندنا سوبر ماركت عم يتعاون معنا، عندنا مدارس اي سي مقاصد، عندنا جامعات الايوبي، عندنا كثير محلات هن حاطين لنا مستوى بتج بس تبعتي بتحطيهم يعني ياخذوا كل الاغراض عندنا مثلا زيتون الزون، عندنا كثير محلات يعني متفرقه مش بس يعني عندنا البي ام ال بنك اللي هو عطونا عطين 20 فرع من اليوم لنهار الاحد، من يوم يوصلوا اهل النقاط يعني يسلموا الاغراض للسبت، لانه نحن السبت رح نفضي من كل المناطق اللي اخذنا حطينا عندهم ونبعتهم على ساحه الشهداء، ونهار الاحد بيجوا الاشخاص اللي هن حابين ينزلوا. هلا السنه الماضيه ساعدتوا اكثر من 50,000 عائله، شو الرقم اللي محدد؟ هلا التارجت اللي حطته بولا هالسنه هو 100,000، يعني انا متكله على العالم هن يقدروا يساعدونا لنوصل، نحن حطينا هلا هدف تبعولنا 100,000 عائله نقدر نوصل لهم. الخيرين كتار بلبنان، وخاصة هلأ الطقس بلش يتغير، موسم الأعياد كمان قرب، وشو قيمة الأعياد وهالمناسبات الحلوة إذا ما فكرنا بغيرنا؟ هذه مبادرة صغيرة مثل ما قلت بتعمل فرق كبير، إن شاء الله يلبونا أكبر عدد من المشاهدين ويكونوا معكم إن شاء الله. نهار معنا نهار الأحد 26 معك أنت لأنك أنت نازلة كمان الشهداء إن الله رد، ويعطيكم ألف عافية. شكرا. أهلا وسهلا فيكي. هلا وقفي مشاهدينا ومتابعة حلقتنا مع توب ستوريز.